ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين، أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر، فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله. إزاي إن سيدنا لوط قرر يواجه الشهوة اللي تحولت إلى نظام، زي ما سيدنا إبراهيم قرر يواجه العقيدة اللي تحولت إلى نظام، زي ما الأوثان بقت مودة بينهم وتحولت إلى نظام مستقر متشابك معقد، الشهوة بقت كده. لوط عليه السلام قال لقومه مباشرة إنكم لتأتون الإيه؟ الفاحشة، سماها فاحشة. الإصرار على تسمية الأشياء بمسمياتها. لذلك تلاقي ناس، وده واقع دلوقتي، وسبحان الله ان احنا عشنا للزمن ده، يعني ممكن من 40 50 سنه ما كانش ده موجود. دلوقتي اللواط والشذوذ بقى ممنوع انك تتكلم عنه، في دول ممنوع، تحاكم تقاضى لو اتكلمت عنه. نظره ازدراء لحد بيرتكب هذه الفاحشه تعاقب عليها، لكن انك تقول عليها فاحشه دي دلوقتي في دول مصيبه. وازاي هم قعدوا جهد سنين عشان يوصلوا للوضع ده؟ ازاي بدأوا بيه منظمات حقوقية معينة تدافع عن هذه الفاحشة، وازاي بعد كده يوصلوا ان هم يعملوا مؤسسات للدفاع عن الافراد، وازاي بعد كده يحطوا قوانين في الدستور نفسه، ثم بعد ذلك نشر الثقافة دي للعالم، وعمل ده في افلام ومسلسلات. ونشوف ازاي ان القرآن ايضا اشار الى ذلك، ان ده ممكن يحصل في مجتمع. ولوطا اذ قال لقومه انكم لتأتون ايه؟ الاصرار على تسميتها فاحشة. دلوقتي بعض الناس عشان يحاول يلطف الموضوع لك ده مرض، وتلاقي دراسات كتير بتتعمل عايزة تثبت ان ده خلل جيني الانسان ملوش دخل فيه. طبعا الكلام ده لم يثبت قطعيا حتى الان، هيظل اسمها عندنا فاحشة. فاللي يبتلى بذنب بلاش يشرعنه، زي ما سورة الاعراف كده لما يعملوا فاحشة يقولوا ايه؟ اول حاجة ده تقليد مجتمعي عادي وجدنا عليها ابان، وبعدين تصبح دين والله امرنا به، وده اللي بيحصل دلوقتي. بس هو مش بيقول والله أمرنا بها كقدر، الله كشرع.